أشر الناس أول ما علاقته تبوظ معاك أو يخاصمك لأي سبب من الأسباب، أو لما بيحس إنك ما بقتش من جنوده المخلصين واللي ضامن ولائهم، يحصل له إيه بقى؟ التعبان اللي جواه يظهر ويروح بسرعة يلف ويدور وينشئ أو يتعرف أو يصالح لو كان مخاصم حد تاني بسرعة، علشان إيه؟ يكمل عدد جنوده. والأولوية لمين؟ للناس اللي علاقتك انت بيهم حلوة وكويسة وهو عارفه، وحتى لو ما كانش عارفه ما ايه المشكلة يعني، اصحابك انت مش اصحابه هو، يصاحبهم يا اخي ويتعرف عليهم ويقرب منهم كمان ويوطد علاقته بيهم ويبدأ يتلف حواليهم زي التعبان ويوسوس لهم عنك ويأذيك ويقعد يغيظك بيهم كمان. مساء الخير يا جماعة. في واحدة صاحبتي كانت بتجيلي البيت وبنقعد وناكل ونشرب مع بعض ونخرج مع بعض ومفيش أي حاجة. فجأة بالصدفة لقيتها واقفة مع ناس صحابي وعمالة تعمل كده ولسانها يطلع كده، فأنا استغربت جدا. فدخلت عملت سيرش لقيتها إن هي حاجة اسمها فحيح الأفاعي. فاكتشفت إن هي مش إنسانة زينا عادية، اكتشفت إن هي تعبانة وبتعمل كده في ودان صحابي. صحابي بقى ودانهم بتقعد تنزل حاجات سودة، وفجأة الاقيهم بيبعدوا عني. وهي اصلا عشان تتعرف على صحابي بتقعد تتعرف عليهم بطرق ملتويه كده وخبيثه، وتتسحلب وتتدحلب عشان خاطر تبقى صاحبتهم، وبعدين يبعدوا عني. دلوقتي انا عارفه الجحر بتاعها فين، وبناشد الجهات المسؤوله ان هم يجوا يبيدوها، لان هي خطيره جدا، اخطر من الطريشه.